العاملات في الخدمة المنزلية بلبنان الأكثر تضرراً جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. هذه المعاناة فاقمها نظام الكفالة الذي حل بديلاً عن قانون العمل والذي استثني منه عمال الخدمة المنزلية. كان الأزمة الاقتصادية الأثر البالغ على العاملات بالخدمة المنزلية أو عمال المنازل بلبنان، وكان الأثر مضاعف بسبب الأثر اللي تركته على أصحاب العمل أو الكفلاء، ولأنه العمال بالخدمة المنزلية هن تحت تأثير أزمة اقتصادية سابقة لهذه الأزمة بسبب نظام الكفالة. نظام الكفالة يحرم العاملة المنزلية أيضاً من أبسط الحقوق الإنسانية التي ترعاها المواثيق الدولية ويرعاها قانون العمل اللبناني كساعات الراحة والأجر العادل وإتاحة عطلة أسبوعية وعطلة سنوية وغيرها من أيام العطل. هذا النظام يحرم العامل بالخدمة المنزلية أو العامل بالخدمة المنزلية من أبسط الحقوق الإنسانية اللي بترعاها المواثيق الدولية واللي بيرعاها قانون العمل اللبناني اللي هن مستثنيين منه. مشكلة تأجيل أو عدم دفع الأجور للعاملات المنزليات دفعت بالعديد منهن إلى رفض هذا الوضع، ما أجبر أرباب العمل على طردهن أو تركهن في الشارع أمام سفاراتهن دون تعويض. صارت غلة الدولار، لما بدهم يقبضوا لازم بيكون كل واحد بنات بيقبضوا كل شهر، يعني هن اللي بيدفعوا المدامات بيقولوا الشهر بعطيك، الشهر الجاي بعطيك، الشهر الثاني بعطيك، ببطلوا. لا طيب بنت شو بدها تعمل؟ فيها تشتغل يعني؟ لا، نحن بنجي هون بلبنان عشان نشتغل، نعيش، بنساعد احنا، نحن بدنا نعيش، مش جايين بنشتغل بدون مصاري يعني. العاملات لم يستطعن العودة إلى بلادهن بسبب الأوضاع الاقتصادية، كما أنهن لا يستطعن البقاء في لبنان لذات السبب. مين مهندس، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.